مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كوارية في الذاكرة. في الصورة اللاعب الدولي خيري عبد الرزاق لاعب الجيش الملكي سابقا والمنتخب الوطني المغربي. عبد الرزاق خيري اللي سجل اسمه بأحرف من ذهب في مونديال المكسيك 1986 حين سجل جوج الإصابات في شباك المنتخب البرتغالي. سي عبد الرزاق واش عرفتوا اش خلف في المكسيك؟ غادي نقدموا لكم واحد اللقطة اللي شدها المخرج ديال المقابلة. هنا الإصابة الأولى ديال خيري عبد الرزاق، من بعد جات واحد الكرة من عند مررها واحد المدافع برتغالي خطأ، وجات عند خيري عبد الرزاق وطيح واحد المدافع ونزل عليها الشباك، وكانت الإصابة الأولى. هنا الفرحة ديال خيري جاي عند اللعابة. غادي نشوف واش غادي يوقع في اخر هذا الفيديو. هذا غادي نقدم لكم واحد الصوره اللي بقات راسخه في الجماهير المغربيه اللي لاحظوها وتابعوها عبر الشاشه. هنا خيري عبد الرزاق جاء اللاعبين المغاربه باش يشاركوا من الفرحه ديال الاصابه الاولى ضد البرتغال. هنا كان العناق وكانت الفرحه وكانت فرحة كبرى، يعني كانت في الملعب وكانت في المغرب، يعني كاع الجماهير المغربية عاشوا هذه الفرحة هذه خلال مقابلة المكسيك، مقابلة المنتخب الوطني المغربي في المكسيك مع البرتغال. وهنا اللقطة اللي كان سبق وتوعك فيها المدافع البياز، وهذاك الشيء علاش ما لعبش مع ألمانيا اللي كان توعد الأضلوع ديالو مع ديك الفرحة. شي ركبة ديال شي لاعب مغربي أنا اللي بغيت نشير ليه، وهو هذه اللقطة ديال هذه المشجعة هنا لاحظت الإصابة ديال خيري، يعني خيري ارسل رصاصة رحمة في قلب هذه المشجعة. ما عرفناش حنا واش هي مكسيكية ولا برتغالية. هاد السيدة هذه ملي شافت الإصابة الأولى غادي تلتفت، وكلشي الجماهير المغربية عاقلة على هاد، ولا راجعتوا الفيديو المتابعين الكرام غادي تشوفوا هاد اللقطة دي. هنا دارت، غادي نتبع لكم الصورة حتى كدور كاملا، يعني عطات للشاشة بالكفا، يعني بطبيعه الحال ما عجبهاش، ما بغاش الاصابه ديال خيري، ما بغاش المنتخب الوطني المغربي يسجل ضد البرتغال. علاش السؤال المطروح واش هي برتغاليه او مكسيكيه؟ هنا غادي نكمل لكم الصوره حتى كدور كاملا، وغادا تعطي الشاشه غادا تعطيها بالكفا. هنا عاوتاني دارت لان ما عجبهاش الحال مع الفرحه ديال المنتخب الوطني المغربي والاصابه اللي سجل خيري، هذيك القذيفه من خارج 18 متر، وهي هنايا صافي، يعني قربت باش غادا تعطي للشاشه بالكفا. هاد اللقطه هادي راها باقا راسخه في الذاكره، ولا عاودتوا الفيديو او اللقطات ديال الملخص ديال المنتخب الوطني المغربي ضد البرتغال، ولا شفتوا الاصابه الاولى غادي تشوفوا هاد اللقطه هادي اللي بقات راسخه. وهنايا غادا تجي الصوره اللي غادا تدور كاملا، صافي عطاتنا بالكفا، يعني كمداتها في قلبها كما كيقولوا المغاربه. خيري ارسل ليها رصاصة الرحمة، وما عجبهاش الحال بطبيعة الحال، والمغاربة اللاعبين كيفرحوا في الملعب عكس بعض السيدات اللي ظهروا في الملعب وهم فرحانات، كانوا كيصفقوا المنتخب الوطني المغربي، وها هما هادو هما اللي كانوا عجبهم الحال وصفقوا المنتخب الوطني المغربي، عكس هذيك المشجعة اللي كمداتها في قلبها ورسل ليها عبد الرزاق خيري رصاصات الرحمة.